اهلا بكم يا اصدقائي في سلسلة اختبر قدراتك في الشطرنج، اختبار رقم 19. سلسلة اختبر قدراتك في الشطرنج من اعدادي دكتور عصام حمد. السلسلة دي هي عبارة عن اختبارات، وكل اختبار عبارة عن دور لاقوى لاعب العالم. في كل دور بعد ما نخلص الافتتاح بنقف عند موقف في وسط الدور، وكل موقف بنديك وراه 3 دخلات مقترحة ان انت تلعبها، وبنقول لك اهميتها ايه، وليك ان انت تختار احد هذه الاختيارات. وكل اختيار له درجة اقصاها 5 نقاط، يعني 8 مواقف مجموعهم 40 نقطة. في نهاية كل دور بتجمع نقاطك اللي انت بتحرزها وبتقارنها مع جدول النقاط اللي تستطيع التعرف على مستواك. وانصحك تجمع نقاط 5 اختبارات وتعمل متوسطها وتقارنها مع الجدول. لو انت احرزت اكثر من 35 درجة بتبقى تعتبر استاذ دولي كبير. لو من 25 ل 35 فانت استاذ دولي. من 20 ل 24 انت استاذ محلي. من 15 ل 19 فانت لاعب قوي. من 10 ل 14 لاعب متوسط. واقل من 10 بتبقى مبتدئ. شكرا، يلا نشوف الاختبارات. مباراة النهاردة بين الابيض شيروف الاسباني وتقييمه 2714 والاسود لوين مانويل من المكسيك وتقييمه 2550. تعال نشوف المباراة. الدور ده هنشوف فيه رابط ماروكزي، ماروكزي بايند، وده شكل للبيادق معروف للغاية، وبيدي الأبيض تفوق جميل في المساحة، ولكن غالبا ليس من الواضح كيفية تطوير الموقف. الدور ده قد يعطينا بعض الأفكار الحقيقية. E4 C5 مايت F3 مايت C6 D4 Cf D4 مايت Fd4 G6. ده اسمه تفريع من الدفاع الصقلي، تفريع التنين، وبيسموه تفريع التنين السريع، وده بيتسم باللعب الموقفي وهو اقل قابلية للهجوم على طوال عمود اتش. C4 بالنقلة دهيت تم انشاء ما يسمى بماروكزي بايند، واعلن الابيض عن تفوقه في المساحة واللي هتستمر لمدة طويلة، وبيمنع الاختراق بالبيادق حاجات زي البي 5 او الدي 5. في الدور رقم 4 شفنا اندريكين وهو بيلعب باسلوب الانفد الاسود، وتحرر في النهاية بالاختراق بواسطة الدي 5، ولكن هنا هنشوف شيروف وهو بيحتفظ بالسيطرة على الموقف وبيحصل على المبادرة نتيجة لذلك. نايت اف 6، اذا كان لعب بدال النايت اف 6 بيشوف جي 7، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. بيشوف اي 3 نايت اف 6 نايت سي 3 تبييت بيشوف اي 2 دي 6، وده هو الترتيب المعتاد لحد ما نصل للموقف اللي هنشوفه برضه في نفس هذا الدور. نرجع لدورنا. قلنا هنا الاسود رد نايت اف 6 نايت سي 3 دي 6 بيشوف اي 2 بيشوف جي 7 بيشوف اي 3 تبييت تبييت نايت في دي 4. اذا ما كانش لعب نايت في دي 4 ولعب بيشوف دي 7 فده هيسمح ب نايت سي 2 اللي بيمنع تكسير القطع وبيأكد ميزة الأبيض في تفوقه في المساحة. نرجع لدورنا. قلنا هنا لعب الأسود نايت في دي 4 بيشوف في دي 4 بيشوف دي 7 اف 4، ودي نقلة جديرة بالانتباه. النظام التقليدي ما بيلعبش اف 4 وبيلعب اف 3، إنما لو لعب كوين دي 2 فده هو في الخط الرئيسي
ولكن الاسلوب المناسب لشيروف هو اللعب بالطريقه الاكثر طموحا، و عشان كده هو لعب اف 4. كمل الدور بيشوف سي 6 بيشوف اف 3 نايت بي 7، وبكده وصلنا للموقف الاول والسؤال الاول. الابيض عنده ثلاث اختيارات، هل يلعب كوين دي 2 ويربط بين الرخين، ولا يلعب بيشوف اي 3 ويمنع تكسير الفيلين بتوع المربعات السوداء، ولا يلعب بيشوف في جي 7 وياخد فرصته لتكسير الافياد. فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والابيض لعب بيشوف في جي 7 خمس نقط. في وجود بيادق بيضة على الاف 3 وعلى البي 3 التكسير ده ما بيكونش في صالح الابيض عشان بيقلل من طاقته، انما هنا فهو بيتخلص من مدافع مهم. اذا كان لعب كوين دي 2 فده بيسمح بيه بيشوف في دي 4 كش، كوين في دي 4، كوين بي 6، وموقف الاسود في الاندي جيم هيكون كويس. نرجع لدورنا. لو كان لعب بيشوب اي 3 فدي بتدي الاسود خيار مثير بواسطة بيشوب في سي 3 بي في سي 3 كوين اي 5 مع لعب مضاد عشان الاضعافات الموجودة في الموقف بتاع الابيض، ولذلك فبدون نقاط. نرجع لدورنا. قلنا هنا الابيض لعب بيشوب في جي 7 كينج في جي 7، ووصلنا للموقف الثاني والسؤال الثاني. الابيض له ثلاث نقلات، هل يلعب كوين دي 2 ويستمر في التعبئه بطريقه هاديه، ولا يلعب كوين دي 4 كش ويجبر تراجع الملك الاسود، ولا يلعب كينج اتش 1 ويمنع الكش من الوتر جي 1 اي 7. فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والابيض لعب كوين دي 2 خمس نقط. النقله دي هي بتدي الفرصة للربط بين الرخين وبتحتفظ بالكش في الوقت المناسب. لو كان لعب كينج اتش 1 فهي مش ضرورية حاليا، ولكنها تتوافق مع متطلبات الابيض ولها نقطتين. ان كان لعب كوين دي 4 هتجبر فقط الملك الاسود الذهاب لمربع اكثر امانا. يبقى احنا قلنا هنا ان الابيض لعب كوين دي 2 اي 5، دي بتكسب بعض المساحة في جناح الوزير، وفي دور لاستاذ قديم لعب في الموقف ده هو بدال الاي 5 لعب روك سي 8. تعال نشوف الدور ده. روك اللي في اي دي 1 كوين بي 6 كش كينج اتش 1 روك اف دي 8 بي 3 كوين اي 5 كوين بي 2 نايت اف 6 جي 4 كينج جي 8 جي 5 نايت اي 8 بي 4 كوين بي 6 بي 5 اي 6 نايت اي 4 كوين اي 5 بي في سي 6 كوين في اي 4 سي بي 7 روك بي 8 سي 5 كوين اي 6 سي دي 6 نايت في دي 6 اي 5 نايت في بي 7 روك في دي 8 كش روك في دي 8 بيشوب اي 2 وانتهى الدور ده بالتعادل. نرجع لدورنا.
قلنا هنا الاسود لعب A5، روك اللي في D1، واحضر اخر قطعه للعب كوين D6 كش، كينج H1، روك FD8، ووصلنا للموقف التالت. الابيض هل يلعب نايت D5 عشان لما يكسر يعدل نسيج البيادق، او يلعب D3 عشان ينشئ مربع على B2 من اجل الوزير، ولا يلعب G4 ويبدأ الهجوم في جناح الملك؟ فكر وهرجع لك. الابيض لعب نايت D5 خمس نقط، وغالبا ما يكون هذا التكسير للقطع الصغيرة متسرع وغير ناضج، ولكن هنا زي ما هنشوف على طول دلوقتي جاء في الوقت المناسب. لو كان لعب D3 فهي نقلة كويسة وصلبة، ولكنها تحمل تهديدات قليلة ولذلك لها نقطتين. لو كان لعب G4 فدي أكثر الخيارات شراسة، ولكن بعد كوين C5 الأسود بيبقى وموقفه صلب بما فيه الكفاية ولذلك بدون نقاط. يبقى قلنا هنا الأبيض لعب نايت D5، بيشوب في D5، ووصلنا للموقف الرابع. الأبيض له ثلاث نقلات، هل يلعب كوين C3 كش ويرجع الملك الأسود أولا، ولا يلعب سي في D5 ويفتح عمود السي، ولا يلعب E في D5 ويفتح عمود الإي؟ فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والأبيض واصل E في D5 وخمس نقط، وده الأخذ الصحيح علشان كده بينشئ بيدق متأخر على الإي 7. إذا كان لعب سي في D5 هيرد الأسود بكوين B4، وبيفقد الأبيض السيطرة على الموقف، لأن الأسود دلوقتي هيستخدم عمود سي لإنتاج لعب مضاد ولذلك بدون نقاط. لو كان لعب كوين C3 كش فده من المبكر جدا استخدام الكش ولذلك بدون نقاط. يبقى قلنا هنا الأبيض كمل E في D5، كمل الدور روك A C8 B3 A4 كوين C3 كش، بيدافع عن B3 وبيكسب وقت كينج G8. ووصلنا للموقف الخامس والأبيض له ثلاث احتمالات، هل يلعب B4 ويكسب مساحة في جناح الوزير، ولا يلعب روك دي E1 ويذكر الأسود بإضعافاته على E7، ولا يلعب H4 ويبدأ هجوم في جناح الملك؟ فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والأبيض لعب روك دي E1 خمس نقط، وأبدا مش هيضرك إن أنت تخلي خصمك يبقى مدافع. إذا كان لعب B4 عيب هذه النقلة إن الأبيض هيفضل دائما حاطط عينه على البدء بتاعه الغير مستقر اللي على C4 ولذلك بدون نقاط. لو تلعب H4 فدي مبكرة جدا ولذلك بدون نقاط. يعني مثلا بعد نقلة زي FB3 تعال نشوف ايه اللي هيحصل. FB3 روك A8 H5 روك A3 والاسود عنده لعب مضاد. نرجع لدورنا. يبقى قلنا هنا الابيض لعب روك G E1 FB3
اف بي 3 روك اي 8 بيشوب جي 4، وده ربط مؤذي وقد يكون اكثر تاثيرا من نقله هجوميه حاده. رد الاسود بنقله وحشه كوين سي 7، ودي هتدي الابيض مبادره في جناح الملك. كان المفروض ان هو يلعب هنا نقله زي اف 5، ودي بتبقى ضروريه رغم وجود الهول او الثقب اللي على الاي 6. نرجع لدورنا، قلنا هنا الاسود لعب كوين سي 7 ونقله وحشه، ووصلنا للموقف السادس. الابيض له ثلاث نقلات، هل يلعب روك اي 3 ويزود على عمود الاي، ولا يلعب اف 5 ويفتح العمود بتاع الاف، ولا يلعب كوين اتش 3 ويزود الضغط على النقطه دي 7؟ فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والابيض لعب اف 5 خمس نقط. بالطبع هو بيتخلى عن المربع اللي هو الاي 5 الحصان، ودي مش فكره جيده، لكن شيروف كان بيدخر بعض الحلول التكتيكيه القويه. اذا كان لعب روك اي 3 فدي مش نقله سيئه ولكن متوسطه الى حد ما ولها نقطتين. ان كان لعب كوين اتش 3 فهو هيرد عليها بالاف 5 والاسود دخل تاني في الدور. نرجع للدور، لعب هنا اف 5 رد عليه بالاف 6. ان كان الاسود ملعبش الاف 6 ولعب نقلة زي نايت اي 5 فدي هتخسر قصاد اف في جي 6 ولازم هيخسر مادة. انما لو لعب بدال الاف 6 نقلة زي الجي 5، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. برضو هيخسر مادة بعد كوين اي 3 اتش 6. طبعا هو لو لعبش اتش 6 ولعب اف 6 هيلعب بيشوب اتش 5، فاذا هو هنا لعب اتش 6 كوين اتش 3 كينج جي 7 اف 6 كش وهيكسب مادة. نرجع للدور، قلنا هنا الاسود لعب اف 6 اف في جي 6 اتش في جي 6، ووصلنا للموقف السابع والابيض له ثلاث نقلات. هل يلعب روك اي 3 وينقل الرخ لعمود الاتش، ولا يلعب بيشوب اي 6 كش ويثبت الفيل في موقع مسيطر، ولا يلعب كوين اتش 3 وينقل الوزير لجناح الملك؟ فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والابيض لعب كوين اتش 3 خمس نقط وانضمام الوزير للهجوم في جناح الملك. اذا كان لعب روك اي 3 فدي مش نقله سيئه ولها نقطتين ولكنها ليست بقوه نقله الدور. انما لو لعب بيشوب اي 6 كش فدي هيرد عليها بكينج جي 7 وبتزيد فقط من فرص الاسود الدفاعيه، لان لديه الان لعب مضاد على طوال عمود الاتش ولذلك بدون نقاط. يبقى احنا قلنا هنا الابيض واصل بكوين اتش 6. رد الاسود اف 5، لو ما كانش لعب اف 5 ولعب نقله زي روك اللي في سي دي 8، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. كوين اتش 6 نايت اف 8 بيشوب اي 6 كش نايت في اي 6 دي في اي 6 وهياخد مات قريب. يبقى نرجع لدورنا، قلنا هنا الاسود لعب اف 5 ووصلنا للموقف الثامن والابيض له ثلاث نقلات.
هل يلعب بيشوب دي 1 علشان التراجع للخلف له نفس التأثير، ولا يلعب بيشوب في اف 5 ويفتح موقع الملك الاسود، ولا يلعب روك في دي 5 ويحتفظ بالفيل المهاجم؟ فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والابيض لعب بيشوب في اف 5 خمس نقط. طبعا هناك في اكتر من طريقة للفوز، ولكن النقلة دي بسيطة وفعالة. لو كان لعب روك في اف 5 فدي لها اربع نقط، وتعالى نشوف التكملة بتاعتها. جي في اف 5، بيشوب في اف 5، نايت اف 6، بيشوب اي 6 كاش، كينج جي 7، روك اي 3، وبرضه ملائمة جدا ومقنعة جدا. نرجع للدور. انما الابيض لو كان لعب بيشوب دي 1 فدي مش ضرورية وملهاش نقاط، يبقى قلنا هنا الابيض كمل بيشوب في اف 5، جي في اف 5، روك في اف 5، نايت في اف 6، روك جي 5 كاش، كينج اف 7، كوين اي 6 كاش، كينج اف 8، روك اف 1. نقلة جميلة وطريقة أنيقة لإنهاء الدور. الأسود هياخد مات النقلة الجاية. الخلاصة ما المدهش إن كيف قدر شيروف في هذا الدور ومرة أخرى في 95% من لاعبي الشطرنج اللي بيلعبوا برابط ماركوزي بطريقة موقفية هادئة، ولكن الآخرين بيحاولون الهجوم ولكنهم يفشلون. شيروف أنتج مثال مختلف من الهجوم في الدور ده. هو شكرا.